تحية طيبة مشاهدي الكرام. ألا تبدو السعودية لأول مرة في تاريخها منبوذة معزولة مارقة في نظر العالم؟ ألم تصبح رمزا للبلطجة والمراهقة السياسية؟ ألم تصبح سمعتها في الحضيض؟ من الذي يقتل الأطفال وينشر الأمراض والخراب والدمار في اليمن؟ من الذي حاصر الشقيقة ومنع عن أطفاله الحليب في شهر رمضان؟ من الذي سجن العلماء والأمراء وأصحاب الفكر؟ من الذي حول السفارات إلى سجون؟ حتى القذافي لم يفعلها. من الذي ينشر القذارة والبذاءة والسفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي؟ من الذي خسر الشارعين العربية والإسلامية بحماقاته الفاقعة؟ من الذي احتجز رئيس وزراء لبنان وأجبره على الاستقالة؟ ألم تكن قضية خاشقجي القشة التي قصمت ظهر البعير وجعلته الآن محشورا في زاوية حادة؟ ألا تبدو إمبراطوريته الإعلامية التي أنفق عليها المليارات بلا حول ولا قوة؟ لكن في المقابل، أليست الحملة الدولية على المملكة زوبعة في فنجان؟ هل يعقل أن هذا العالم الحقير الذي تجاهل ملايين القتلى والمشردين في سوريا والعراق واليمن وليبيا فعلا يهمه صحفي؟ ألا تبدو حملة مدبرة لشيطنة المملكة وابتزازها؟ أليس المستهدف استثمارات المملكة في الخارج؟ أليس من العبث أصلا المراهنة على الغرب؟ أيهما أهم، جمال خاشقجي أم رفيق الحريري؟ أين أصبحت قضيته بعد أن تاجر بها العالم وضحك على ذقون المغفلين؟ ألا تستطيع السعودية بملياراتها أن تسد أبواز الشرق والغرب وتخرسها؟ أليست عاصفة عابرة؟ ألا تبقى السعودية ركنا أساسيا في الأسرة الدولية؟ أسئلة أطرحها على السيد فتحي بلحاج الباحث في العلوم السياسية وعلى الكاتب الصحفي السيد يوسف دياب. نبدأ النقاش بعد الفاصل.